الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على رياض الصالحين للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما يعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل، أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يرضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تبارك وتعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه وشقه حتى وقع شقه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جاء بغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فضرحوه. فذهبوا به فصعدوا الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانتفعت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تبارك وتعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم أضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم رميه، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانتي، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوضع السهم في صدره، فوضع يده في صدره فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام.
فهدي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذر قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السلك فخدت وأضرم فيها النيران فقال من لم يرجع عن ديني فاقحموه فيها أو قال اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة معصي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق مسلم ذروة الجبل على هو هي بكسر الذال وجبة وضمها والقرقر بضم القافين نوع من السهن والصعيد هنا الأرض البارزة والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير وأضرم أوقذ وانكفأت إن قالبت وتقاعست توقفت وجبنت. ثم أورد المصلي رحمه الله تعالى حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت الحديث. قوله راهب، الراهب هو المتعبد من النصارى، الراهب هو المتعبد من النصارى. قوله حبسني يعني منعني، قوله الأكمه، الأكمه هو الذي ولد أعمى، قوله فرجف بهم الجبل أي اضطرب وتحرك حركة شديدة. قوله القرقور هي السفينة الصغيرة، قوله في كبد القوس أي في وسط القوس وهو مقبض القوس عند الرمي، وهو مقبض القوس عند الرمي. قوله في صدغه، في صدغه هو ما بين العين إلى شحمة الأذن، ما بين العين إلى شحمة الأذن. قوله فخدت الأخاديد يعني شقت الأخاديد. هذا الحديث فيه أن أهل الباطل يبحثون عن من يرث باطلهم، يبحثون عن من يرث باطلهم. فهذا الساحر لما كبر في سنه طلب من الملك أن يوجد من يرثه، طلب من الملك أن يوجد له من يرثه ويكون ساحرا مثله. وهذا الحديث فيه أن الملوك والحكام الذين لا يحكمون شرع الله عز وجل يستعينون بالسحرة والعرافين، وهذا من قديم الزمان، يستعينون بالسحرة والعرافين من قديم الزمان. وفي الحديث دليل على استحباب التعليم في الصغر، وفي الحديث دليل على استحباب التعليم في الصغر. وفي المثل يقال الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. وفي الحديث دليل على إثبات كرامات الأولياء، فهذا الغلام أكرمه الله تبارك وتعالى ولم يكن نبيا، والأولياء هم كل مؤمن تقي ليس نبيا. وفيه دليل على أن
قلوب العباد بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذا الغلام اهتدى إلى الحق وهو في عناية الساحر والملك، وفيه أن الصالح من عباد الله عز وجل إذا كرمه الله بكرامة فإنه لا يغتر بهذه الكرامة، إذا أكرمه الله بكرامة فإنه لا يغتر بهذه الكرامة، بل ينسبها إلى الله عز وجل من حيث الأصل والتفضل، بل ينسبها إلى الله عز وجل من حيث الأصل والتفضل. وفيه جواز اختبار مقامات العباد عند الشك فيهم، عند الشك فيهم وفيه دليل على سنة الله الكونية، ألا وهي أن المؤمن يمتحن في صدق إيمانه، أن المؤمن يمتحن في صدق إيمانه فيثبت على الحق وإن أدى ذلك إلى إزهاق نفسه، وإن أدى ذلك إلى إزهاق نفسه. وفيه كذلك سنة الله عز وجل في إظهار الحق وأهله، وفي خفض الباطل وأهله، وفيه جواز تضحية المسلم بنفسه إذا كان في ذلك مصلحة دينية عامة، جواز تضحية المسلم بنفسه إن كان في ذلك مصلحة دينية عامة، تضحية المسلم بنفسه. وفيه كذلك أن أسباب الهلاك بيد الله عز وجل، أن أسباب الهلاك بيد الله عز وجل، فإن شاء أنفذها وإن شاء قطعها، إن شاء أنفذها وإن شاء قطعها. وفيه أن المؤمن قد تتكرر عليه الكرامة مرة بعد مرة تثبيتا له على ما هو عليه من الحق. وفيه أن من أعظم أسباب كفر الكفار هو العناد والكبر، هو العناد والكبر، وليس نقص الحجج والبراهين، وليس نقص الحجج والبراهين. وفيه ما عليه بعض الناس من قتل الناس جميعا حتى يثبت له، من قتل الناس جميعا حتى يثبت له ما هو عليه من نعيم الدنيا. وفيه أن هناك من تكلم في المهدي غير عيسى عليه السلام، فمنهم عيسى ومنهم هذا الغلام الذي في هذه القصة، ومنهم كذلك الفتى الذي تكلم في قصة جريج الراهب.
وفيه كذلك دليل على إعجاز القرآن، فإنه تكلم عن هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قتل أصحاب الأخدود. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني. الحديث متفق عليه. قوله أو قولها: إليك عني، أي ابتعد وتنحى عني. قوله تبكي عند قبر، هذا البكاء كان معه ما ينكر من رفع صوت أو غيره كالجزع، أما نفس البكاء بغير نياحة فلا ينهى عنه، أما البكاء بغير نياحة ولا جزع ولا إظهار عدم صبر فإنه لا ينهى عنه. وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التواضع والرفق بالجاهل. وفيه دليل على من قال بجواز زيارة النساء للمقابر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهي المرأة عن زيارتها للقبر، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة. وفيه أن عدم الصبر ينافي التقوى، أن عدم الصبر ينافي التقوى لقوله: اتق الله واصبري. وفيه في قولها: لم أعرفك، الاعتذار إلى أهل الفضل. إذا أساء الإنسان أدبه معهم، إذا أساء الإنسان أدبه معهم فيعتذر إليهم. قوله: لم تجد عنده بوابين، وهذا أيضا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم ومجانبته أحوال أهل الكبر، وفيه أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه هو ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف الصبر في الأيام التي تلي مفاجأة المصيبة. رحمك الله. وفيه أن المرأة
لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن نيته وثباته وجميل صبره ورضاه بقدر مولاه. وفيه أن المصاب يسامح ويقبل اعتذاره، لذلك انصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزجرها لما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم يقل لها لا تقولي مثل هذا الكلام وما شابه ذلك. وفيه أيضا أن الحاكم ومن استرعاه الله عز وجل أمر المسلمين عليه أن يتفقد ما استرعاه الله عز وجل عنه، فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن من جزاء، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. الحديث رواه البخاري. قوله إذا قبضت صفيه، صفي الرجل هو الذي يصافيه في الود، هو الذي يصافيه في الود ويخلص له، ويخلص له. قوله ثم احتسبه أي ادخر ثوابه عند الله عز وجل فيصبر على مصيبته فيه. هذا الحديث فيه أن فقدان الأحبة من أعظم المصائب التي تنزل بالعبد، أن فقدان الأحبة من أعظم المصائب التي تنزل بالعبد. وفيه أن الكافر مهما عمل من عمل فلا شيء له عند الله، لذلك قيد فقال لعبدي المؤمن. وفيه أن الصابرين يوفون أجورهم بدخول الجنة. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقرأ في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. الحديث. الطاعون هو مرض
فيه تقرحات مؤلمة تخرج غالبا من الإبط ومعه لهيب وحرارة مرتفعة وخفقان في القلب. قوله فيمكث في بلدي صابرا محتسبا، محتسبا راجيا للأجر والثواب من الله. وصف الطاعون بأنه عذاب مختص بمن كان قبلنا، وصف الطاعون بأنه عذاب مختص بمن كان قبلنا. وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة، وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المطعون شهيد. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطاعون شهادة لكل مسلم. فالطاعون يكون شهادة لمن صبر، كما ورد في هذا الحديث، كما ورد في هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن الأجر على ما يصيب العبد من الأذى خاص بأهل الإيمان دون غيرهم، وفيه أن أجر الشهادة لا يقتصر على من مات في الحرب، وإنما يشمل غيرهم. لكن من مات مطعونا أو مبطونا أو غريقا ممن عدهم الإسلام من الشهداء لا يعاملون معاملة شهيد الحرب، فهو لا يغسل ويدفن في ثيابه وما شابه ذلك. أما هؤلاء فلهم أجر الشهادة فقط. هذا الحديث فيه أنه إذا وقع الطاعون بأرض والعبد فيها فلا يجوز له أن يخرج منها، بل يمكث فيها ويصبر. وفيه حرص الإسلام على حصر الأمراض الخبيثة والمعدية وعدم انتشارها. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عرضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. الحبيبتين أو الحبيبتان في هذا الحديث هما العينان، لأن العالم عالمان: غيب وشهادة، وكل منهما محبوب. أما عالم الغيب فيدرك بالبصيرة، وأما عالم الشهادة فيدرك بالبصر.
هذا الحديث فيه أن العينان أحب أعضاء الإنسان إليه، وذلك لما يحصل له بفقدهما من الأسف، وفيه أن من أحبه الله عز وجل ابتلاه، والابتلاء يكون لدفع المكروه أو تكفير الذنوب أو رفع الدرجات. فإذا صبر العبد على بلاء الله عز وجل حصل له مراده. وفيه أن أعظم عوض يعوضه الإنسان هو الجنة، لذلك قوله عوضته منهم الجنة، بعض الأشياء لا يعوضها الإنسان في الدنيا، لذلك هذا يعني يجعل العبد يصبر على بعض ما يلقاه من بلاء في هذه الدنيا. ليست الدنيا دار استيفاء، قد تظلم في هذه الحياة الدنيا، يظلمك أحد وتدعو الله عز وجل عليه ولا يستجيب الله عز وجل لك دعاءك هنا، وإنما يدخر لك الأمر كله يوم القيامة. فالاستيفاء التام ليس في الدنيا، وليست الدنيا دار استيفاء تام، وإنما يدخر للعبد يوم القيامة ما يدخره له ربه تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرى وإني أتكشف وأدعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه. ثم أورد حديث عطاء بن أبي رباح رضي الله رحمة الله عليه قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع. الحديث قوله ألا أريك امرأة من أهل الجنة فيه أن هذه المرأة بشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمبشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعيانهم ليس أولئك العشرة فقط، بل غيرهم كثير، ومنهم هذه المرأة، ومنهم بلال: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، ومنهم كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم كذلك الحسن والحسين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وردت فيهم نصوص خاصة. قولها إني أتكشف أي تظهر عورتي، هذا الحديث فيه أن اختيار البلاء والصبر عليه يورث الجنة، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة،
وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة، فهذه المرأة أخذت بالشدة وهي الصبر على الصرع لتلقى جزاءها على ذلك الجنة، لتلقى جزاءها على ذلك بالجنة. وفيه أن الأمراض بعضها يعالج ويداوى بالدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كثيرا من المرضى قد شفي بدعاء صادق لله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا دليل على جواز ترك التداوي، دليل على جواز ترك التداوي، وفيه دليل على شدة حياء الصحابيات رضوان الله عليهم، فهذه المرأة خشيت أن تتكشف ويراها الناس. وقولها إني أصبر فيه بيان كمال رسوخها في الدين، بيان كمال رسوخها في الدين. وإيثارها الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. وفيه دليل على علو همتها، وهذه المرتبة التي بلغتها هذه الصحابية رضي الله عنها عزيزة في النساء، وهذه المرتبة عزيزة في النساء. وفي الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه دعا لها إذا تكشفت، فإنه دعا لها إذا صرعت ألا تتكشف، فهي تصرع ويزول عنها عقلها ولا تتكشف بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر على هذا التكشف، مما يدل على استحباب الحياء وأنه أمر محمود مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فعدمه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. الحديث متفق عليه. قوله يحكي نبيا يعني يصف حال نبي من الأنبياء، يحكي حال نبي من الأنبياء. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من الحلم والصبر والعفو والشفقة على قومهم، من الحلم والصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم لهم في جناياتهم. على أنفسهم بأنهم لا يعلمون،
وفيه استحباب عدم معاملة الجاهلين بمثل أعمالهم ولا بالدعاء عليهم، بل يطلب الهداية لهم. وفيها أن أهل الفساد والكفر لا يقابلون الحجة بمثلها، بل يلجؤون إلى القتل والتعذيب والتكذيب. وفيه أنه لا يستعجل العذاب بالمخالفين وأعداء الدين، وهذا الذي حكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال هذا النبي، أنه بعد ضربه وأذاه كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حصل مثله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحلم عليه الصلاة والسلام وترك حقه الخاص صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدعو عليه الصلاة والسلام على من آذاه، فإنه عليه الصلاة والسلام قد اشتد عليه العذاب. سئل عليه الصلاة والسلام عن أشد يوم لاقاه، فذكر لعائشة رضي الله عنها أنه لقي من قومه أشد مما لقيه يوم أحد، فإنه ذهب إلى الطائف إلى بني عبد ياليل ودعاهم إلى الإسلام، فسلطوا عليه سفهاءهم وضربوه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام خرج ولم يدري إلى أين يذهب، قد خرج من مكة وطلب الجوار من بني ثقيف من أهل الطائف، فضربوه وعذبوه صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ به العذاب ما بلغ. فأوحى الله عز وجل له وأرسل إليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى أن يعذبوا، فإنهم إذا أطبق عليهم الجبلان العظيمان ماتوا من حينها وماتوا كفارا، فأبى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، وأهل قريش آذوه وعذبوه وطردوه وحاربوه وأرادوا قتله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما أظهره الله عز وجل عليهم صلى الله عليه وآله وسلم لم يتشفى لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل علم أن الأفضل والأكمل له عند الله تبارك وتعالى أن يعفو، فعفى عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم ينكل فيهم ولم يقتلهم صلى الله عليه وآله وسلم، بل تلك المرأة اليهودية التي أرادت قتله عليه الصلاة والسلام وسمت له السم في شاة وأحضرتها إليه عليه الصلاة والسلام، سألها: ما الذي حملك على هذا؟ ولم يقتص منها ولم يقتلها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو قدوة الإنسان الذي ينبغي أن يقتدي به، فيغلب الإنسان جانب العفو دائما، ويعلم أن عفوه ليس نقصا ولا ذلا ولا ضعفا ولا مهانة، وإنما يعفو رجاء أن يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة. ويعلم كذلك العبد أنه في هذه الدنيا قد يبتلى بمثل ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرجو من الله تبارك وتعالى الرفعة يوم القيامة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.